ننتقل الآن بشكل سريع إلى الشخصية الثالثة، وهي الإمام نور الدين السالمي رحمة الله تعالى عليه. الإمام نور الدين السالمي هو مصلح وهو موسوعي اجتماعي، مصلح اجتماعي وهو موسوعي. هذه بعض البيانات والمعلومات عنه، وطبعا معروف لدى الجميع فلا داعي للتعمق فيها أكثر. كان سياسيا، فقيها، متكلما، مؤرخا، شاعرا، كان شديد الغيرة على الإسلام، كان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، دائما اليقظة بشأن تطورات السياسة في العالم الإسلامي. لم يكن يهتم فقط بالشأن العماني، وإنما كان فكره لكل المسلمين خارج عمان. كان أيضا خطيبا، مصلحا اجتماعيا، مجددا في الفكر، وزعيما للنهضة في عمان. أما الصفات الشخصية والسمات الشخصية، هذه طبعا مكنته، هذه يعني منح ربانية. كان يعني صاحب حفظ نادر كما تعلمون، رغم أنه كان ضريرا. وبدأ التأليف وهو في 17، في عمر مبكر جدا جدا. كان أيضا من علماء التحقيق، وكان أيضا محدثا في علم الحديث، وقضى حياته طبعا في العلم، بين العلم، بين طلب العلم وتعليم العلم. وبركة علوم الإمام السالمي باقية إلى اليوم، وإلى ما شاء الله في عمان وخارج عمان. هذه بركة عظيمة، رغم أنه عاش يعني مع 49 سنة كما تعلمون فقط. تاريخ الشيخ أنه نشأ في الحوقين، ثم انتقل إلى الرستاق، ثم إلى الخبة هنا معكم في السويق، ثم عاد إلى الرستاق، ثم انتقل إلى الشرقية. طبعا كان مستقر الأخير في الشرقية، لا تزال آثاره باقية إلى اليوم هناك في بدية، في بدية أظن. نعم، التقى بشيوخ الشرقية، وكانت له مراسلات طبعا مع المشايخ حتى في خارج عمان، مثل أمثال طفيش والباروني وأبو مسلم ومصطفى إسماعيل وقاسم سعيد في مصر. وأيضا له علاقات مع السلاطين، سلاطين عمان، تركي يعني تيمور وفيصل وتركي، كلهم كان له علاقات مهمة معهم. نعم، طبعا بعد ذلك برز الجانب السياسي عند الشيخ سالمي، ولم يكن فقط عالما، فأصبح بعد وفاة الشيخ صالح بن علي الحارثي أصبح هو المحور في عمان قاطبة، وليس في الشرقية. كان عليه حمل كبير جدا. أيضا التقى بعدد من العلماء في ديار المقدسة عندما ذهب إلى الحج، وناقش معهم كثير من الأمور عليكم السلام، واستفاد منهم وأحضر كثيرا من الكتب من عندهم. طبعا ترك مؤلفات كثيرة جدا جدا في الأدب والتاريخ والفقه وفي السياسة وفي العربية وفي غير ذلك، وفي أصول الحديث، أصول الفقه، وفي العقيدة، وحتى في التربية، تلقين الصبيان. طيب، الاطلاع الواسع على الكتب التي أحضرها من الديار المقدسة، وعلى يعني صلاته مع علماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، كانت يعني له كانت لها لها دور في يعني تعدد هذا التعدد الكبير العلمي عند الشيخ سالم رحمة الله عليه. أما الجانب الموسوعي، فلكم أن تتخيلوا عدد الكتب في كل فرع من فروع العلم. يعني لم يكتفي في كل فرع أن يعني كتب كتابا أو ألف كتابا في فرع ثم انتقل الفرع الذي يليه، لا، إنما الفرع الواحد له أكثر من كتاب. انظروا مثلا في أصول العقيدة، في العقيدة، في الفقه، في الحديث، أيضا في الفقه، في النحو، في العروض، في التاريخ. طيب، هؤلاء الشخصيات أو هذه الشخصيات هي التي تفاعلت مع الشيخ نور الدين السالمي، هم هؤلاء تلامذته، أصبحوا منهم أئمة كما تعلمون، الإمام سالم بن راشد، الإمام محمد بن عبد الله. وهناك أيضا من المشايخ والعلماء كما تلاحظون عدد كبير جدا، بل أن بركة علوم الإمام السالم باقية إلى اليوم وإلى ما شاء الله. هؤلاء جميعهم هم من تلامذته. طبعا معروف سبب وفاته ومكان وفاته وزمان وفاته معروف، لكن هذا من التذكير فقط، أنه كان في قرب بالقرب من قرية تنوف. أيضا صدعه غصن أو ركنة سدر،
ثم أو أنبأ، ثم دفن هناك عند في نفس المكان جنب قبر الشيخ حمير بن ناصر نبهاني في بلدة تنوف، والقبر لا يزال موجود إلى الآن. وقيل أن سبب سقوط أن سبب وفاته أنه سقط من على الراحلة. طبعا هذا بالنسبة للإمام السالمي رحمة الله عليه.